يعتبر الأمير عبد القادر الجزائري مؤسسا للدولة الجزائرية الحديثة، يحظى بمكانة مرموقة على المستوى الشعبي والرسمي وحتى الدولي. التشكيك في مكانته قد يخلق ضجة كبيرة، فما بالك أن يتم اتهامه بالعمالة والتعاون مع فرنسا. هذا ما يهز المنصات الجزائرية بجدل غير مسبوق. الجدل فجره النائب السابق في البرلمان وهو نور الدين آيت حمودة، وهو لم يكن مجرد نائب فقط، بل هو نجل أحد أشهر قادة الثورة في الخمسينيات العقيد عميروش. آيت حمودة قال إن الأمير بإمضائه لمعاهدة التفنى باع الجزائر لفرنسا مقابل بعض المناطق مثل معسكر والمديا. ولكن كي تكون انت امير عبد القادر امين المؤمنين تسلم روحك البيجو شويه قبيحة. المعاهده مع بيجو، ايه دار معاهده مع بيجو، باع له الجيري، باع له التريتي دو لا طفنا، قال له للنور اون فو للاس. الامير عبد القادر سنيا لا طفنا يمد الجيري لا فرنسا. كريم بالقاسم سنيا في ايفيون نحى الجيري لا فرنسا. وقع الأمير عبد القادر معاهدة تفنى مع الفرنسيين في عام 1837، ونقضها لوي فيليب الأول وهو آخر ملوك فرنسا. استمر القتال بين طرفين، ولظروف متعددة بحسب المؤرخين اضطر الأمير في 1847 إلى الاستسلام للفرنسيين ووقف المقاومة، وطلب الهجرة نحو الشام، لكنه خدع ووجد نفسه في سجن في فرنسا. بعد وصول نابليون الثالث للحكم زاره في السجن، ثم أطلق سراحه وأكرمه وحقق له وعده بالسفر والإقامة في الشام. العامل المشترك بينهما أنهما حاربا ضد نفس العدو وهو لوي فيليب الأول الذي احتل الجزائر، وكانت علاقة الأمير بآخر أباطرة فرنسا نابليون الثالث محل جدل أيضا بين المؤرخين. حول تلك العلاقة جاءت تصريحات نور الدين آيت حمودة مستفزة للكثيرين، عندما قال أن الأمير عبد القادر وأبنائه وأحفاده حتى اليوم يتقاضون إعانات مالية من الدولة الفرنسية منذ عهد نابليون الثالث. فرنسا دارت ليزالوكاسيون للأمير عبد القادر ليومنا هذا، ولاده إلى الآن إلى الأبد. En 1912, سي خالد بن هاشمي اوفيسي اون الجيري، كان اوفيسي لارمي فرانسيز، ياخذ 1999 فرنك. خالد الامير خالد حفيد الامير عبد القادر. اه. نعم. ابو الرحمن 3550 حتى نسى. تصريحات في الحقيقة وصلت إلى حد التخوين، وهي الكلمة التي لم يتلفظ بها الضيف نفسه، لكن الصحفية حناشي هابد صاحبة قناة الحياة هو من استنتجها بقوله أنت حكمت عليه بالخيانة، بينما يرد الضيف عليه بأنه لا يقول عن الأمير خائنا، بل الوقائع التاريخية هي التي تثبت ذلك. عائلة الأمير عبد القادر قررت مقاضاة كل من الضيف والصحفي، وخاصة أن آيت حمودة أثار مسألة انضمام الأمير عبد القادر للمحفل الماسوني في فرنسا أثناء إقامته هناك، وهو ما فنده حفيده الأمير جعفر، وكذلك حصوله على نياشين وأوسمة جوقة الشرف لجيون دونير، ومسائل أخرى اعتبرت خطيرة مثل دور أحد أحفاده في دخول إسرائيليين للجزائر في عام 1963 لإثارة البلبلة. توقع نور الدين، أو كما توقع نور الدين آيت حمودة، هذه التصريحات التي أدلى بها أجدت حفيظة الجزائريين بالفعل وتفاعلوا معها بشكل كبير. دعونا نأخذكم إلى عينة من التغريدات. منهم مقدو عبد الرحمن يقول هذه الحقيقة وما هي إلا قطرة من بحر التاريخ لا يرحم. الشهيد عميروش لم يترك إلا ولدا وحيدا، لكنه لم يخن أبدا أمانة والده. نقطة على السطر. هنا عبدو مختاري، لو كان الأمير من تيزي وزو لعبدوه من دون الله، إنما يحز في قلوبهم أن يكون مؤسس الدولة الجزائرية ليس من جهتهم لأن دينهم الجهوية. ماذا تقول ورود
الرجل يقول حقائق والوثائق موجودة، لماذا كل هذه البلبلة؟ الأمير قاوم لكنه تيقن أن العدو قوي فلم يشأ إدخال عشيرته وسكان الجزائر في حرب خاسرة، وحفاظا على أرواح العزل استسلم. الخير ما فعل. رياض يكتب: شككوا في نبوة الرسول وفي القرآن الكريم، فكيف لا يشككون في قائد الدولة الجزائرية وفي شهدائنا؟ نبيل: على المؤرخين أن يتكلموا ويظهروا الحقيقة التاريخية بعيدا عن الجهوية والانحياز والصنمية. تحركت أيضا عائلة الأمير عبد القادر من خلال حفيدها الأمير جعفر الذي أوضح أن الاستسلام أسلوب حربي معترف به ومعمول به وليس خيانة، وأن الأمير مر بظروف قاهرة خاصة بعد حصاره من ملك المغرب. الأبطال عبر التاريخ، هذا جهل في التاريخ الإسلامي، قد يلجؤون أحيانا إلى الاستسلام وهذا لا يضرهم. إذا هزموا بمعركة ماذا يفعلون؟ جاء في آخر أيام حرب المغاربة المنفردة في سلطان، ولا علاقة للشعب المغاربي بها، لأن المغاربة الريفيين ساندوا الأمير عبد القادر في آخر معركتين له مع الفرنسيين. المعاهدة دافنة بالعكس، هي كانت بموجبها تم الاعتراف بثلثي الأراضي اللي كان حاز عليها الأمير، ولذلك يتحدثون عن المعاهدات، المعاهدات قام بها عليه الصلاة والسلام. الأمير جعفر قال إن الماسونية في ذلك الوقت لم تكن مثل ما كانت عليه في العشرينيات وما بعدها، وإن الأمير وإن كانت له أي علاقة مزعومة بالماسونية، أضاف أن العائلة ستلجأ للقضاء بعد اتهامها بتلقي رواتب من الدولة الفرنسية. نعم، كان هناك راتب بسيط طلب الأمير، يعتبر حين خرج من السجن لاجئا مع رعيته وهو سجين، نريد مقاضاة المدعي هذا، أنه قال علينا كأحياء نتقاضى راتب من فرنسا. هنا نستطيع أن نثبت للمحاكم زيف هذا الادعاء. الحكومة الجزائرية قررت تعليق الاعتماد الممنوح لقناة الحياة، بينما وزارة المجاهدين قالت في بيان لها: لن نتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرع على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.